معنا اتصال هاتفي من النائب صلاح خورشيد عضو مجلس الامه. حياك الله ابو عبد العزيز والف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء احييك واحيي الاخوات والاخوه المشاهدين، وابارك اول شيء اسمع ايات هاني وتبريكات لسيد حرص على سمو امير البلاد ولا سمو الاحسن امين والشعب الكويتي والاخوات والرياضيين على رفع الايقاف. كذلك يعني ما في شك التهنئه مستمره الى معالي رئيس مجلس الامه على الدور المميز ايضا اللي قام فيه في جهد يعني مضاعف. نعم. ايضا للاخوان جميعا في مو هذا المجلس، المجالس السابقه اللي كانوا في اللجنه الرياضيه ومجلس الامه وسعوا مشكورين برفع الايقاف، واللجان في الفصل التشريع الحالي ايضا قاموا في دور، يعني اشكرهم على هذا الدور المميز. نعم. على راسهم كان اخوي احمد نبيل على انه فعلا قام في يعني ترتيبات مميزه، كذلك الاخ وزير الاعلام وزير الشباب الاخ محمد الجبري، ايضا خالد الروبان. ما في شك انه في كوكبه كبيره قامت في يعني مساعده شرف الايقاف. يمكن في مرحله المراحل شكتوا وراهنوا مع الاسف الشديد ايضا من داخل الكويت في رفع الايقاف، وهذا ما كنا نحزن فيه لما كنا نناقش رفع الايقاف في مجلس الامه وفي اللجان الرياضيه اللي يمكن تعاقبت على هذا الفصل. كان في مع الاسف في بعض التشكيك بان لا يعني لا يمكن ان يرفع الايقاف، بديناها مع رفع الايقاف في اتحاد كره القدم، يمكن لاحظنا هذا الايقاف وايضا مارسوا التشكيك. يعني ما في شك اليوم فرحه اهل الكويت، فرحه الرياضيين تحديدا في رفع الايقاف هو يعني بالنسبه لنا تاج على رؤوس الجميع. رفع علم الكويت يعني رفرف ان شاء الله في المحافل الدوليه كما هو السابق، كان يرفع يعني البطولات، كان يحرز البطولات، ايضا هذا مطلب ومطلب مهم. يمكن في بعض قوانين احنا قاعد نحاول ان نسهل في يعني ابراز دور الرياضيين والرياضيات اللي يعني يمكن يحتاجون الى الدعم المادي ولا التفرغ الجزئي والتفرغ الكامل. صحيح. وايضا كسلطه تشريعيه تنتعش لانها يعني تعطي بعض المميزات ل يعني الرياضيين بشكل عام. هذا كله هو بالنسبه لنا الهدف منه هو رفع يعني علم الكويت دائما مثل ما عودونا بالسابق. نعم. ان شاء الله انا يمكن يعني اقولها وفي تفاعل كبير عندي انه راح يكون ان شاء الله كما هو العهد السابق. نتمنى ان تصفى النوايا، نتمنى ان يعني ندعم شاباتنا وشبابنا الرياضيين في كل المحافل. انا ما يعني ما اتوقع من بدايه الانطلاقه، وان كانت هذه حصلت مع الرمايه يمكن في وقت لما كان الرياضه متوقفه. نعم. وكان الرامي البطل الكويتي دخل كاس العالم وبطوله العالم بدون ما يرفع علم الكويت، كنت شاهده وهو يبكي ويحزن ان علم الكويت مو مرفوع. اليوم اقول له يعني ان شاء الله نشوفك وانت تكون الاول وعالم الكويت مرفوع، واحنا مرفوعين ان شاء الله في هالبطولات وفي ابطالنا وبطلاتنا الرياضيين. وارد اكرر مره ثانيه يعني شكري لكل من سعى وتهنئتي للجميع في عوده الرياضه الكويتيه يعني الى المحافل الدوليه بشكل عام، وهذا ما يعني كنا نسعى له وكنا ما يعني نصبو له. فما في شك اليوم يعني هذه او هذا الخبر خبر افرح الجميع، خبر افرح يعني بناتنا واولادنا في الرياضات جميعا، وبالتالي يعني لهم كل الدعم ولهم كل ان شاء الله يعني التاكيد من خلال القوانين واقرارها، وهذا ما نتمناه ونشوفه ان شاء الله من احسن المواقع والمراكز ان شاء الله على مستوى البطولات ان كانت المحليه او الدوليه او الخليجيه او العربيه، وهذا ما يعني نصبوا له باذن الله. ودوركم القادم ايضا كبير راح يكون. شكرا لك ناب صلاح خورشيد عضو مجلس الامه الكويتي، شكرا جزيلا ابو عبد العزيز. شكرا. اكيد واحنا ايضا بدورنا نشكركم على وجودكم معنا ابو احمد كيب.